السلام عليكم. اليوم راح نسوي وياكم بوعق رولة، ان شاء الله تشوفون شكله كلش حلو. هسه اول شيء راح احتاج اسوي الصلصة. هنا انا عندي بيضة واحدة، عندي استكان حليب، البعض يقول كاسة شاي، وهنا انا عندي نص كاسة شاي زيت. راح اخلطها حتى ندهن بيها رقائق العجين. هالشكل هذا صارت عندي جاهزة، راح اخليها على سطحة. بالنسبة للحشو راح استخدمه، عندي هنا طماطة حجم كبير فرمتها، وعندي شوية معدنوس، وعندي بصلاية، وتقريبا 200 الى 250 غرام لحم مفروم، انتم حسب ما تحبون الكمية اللي تستخدموها. وعندي فلفل اخضر مفروم، انا استخدمت هذا الفلفل اللي يصير طوال وضعيف. وعندي ملعقة طعام معجون الطماطة، وعندي ملعقة طعام معجون الفلفل، وبهارات عندنا ملح، انا ما خليت ملح بالصلصة لهذا شوية هنا كثرت، تقريبا خاشوقة وشوية ماي كوب، وفلفل اسود وبابريكا ويني بهار. انتم بهارات انتم اللي تحبوها ممكن تضيفوها. وعندي نص استكان زيت سائل، حبلش اخبطها. قول بسم الله. ممكن تفرمون الخضار بالخلاط، انا فرمتها على ايدي لهذا شوية خشنة، ممكن نسويها انعم. هستخدم هذه العجينة، هذه رقائق العجين اللي هي تجي من بيم، انا اخذها. اذا تحبون تستخدموها لان كل زينة همين، استخدمت انا غير نوعيات بس اكثر شيء عجبتني هذه، فاللي يحب يشتري من عندها على طول يسألوني شلون شنو هي نوعية اليوفكا اللي استخدمتيها. فهاي انا حبيت اشوفكم التشيز. كبس الفرن العادي، حطيت عليه ورق زبد، وهسه راح افرش اول عجينة وتكون جوانبها كلها خارج التبسي. راح استخدم 3 وحدات بس. راح اخذ من الصلصة هنا وبلش ادير فوقها. اجيب العجينة الثانية وادخلها شنو بشكل يعني مو عدل، بشكل مخربط داخل التبسي، وهم ادهنها بالصلصة وارجع احط طبقة ثانية. طريقتها كل سهلة وما تحتاج لا حمص لا شي، رأسا هي الحشوة نية نحطها تستوي بالفرن. ان شاء الله بنزل لكم طرق ثانية. احاول اوزع الصلصة كلها على العجينة، انا متمصي ناشفة. وهذه الثانية همينة نفس الشكل. هسه راح ادخل الجوانب للداخل. ابلش اوزع الحشوة اللي سويتها بشكل متساوي على التبسي كله. طبعا الفرن محمي على 180، مفتوح فوق وجوا. هستخدم ايدي بالفرش افضل من الملعقة.
راح يصير طبقة مو كلش فخينة اللحم، فلهذا لا تخافون انه ما يستوي او شي، لا ان شاء الله راح يستوي. وعلى 180 راح يستوي بعد شلون على كيفه، ونقولون على 250 لأسن يشوح بس الوجه واطلعه هالشكل. هذا راح ادخل الفرن لحد ما يستوي عندي من فوق ومن جوا. هالشكل هذا صار عندي جاهز. راح رأسا شنو هو بحار اخلي عليه ورق زبد، اتركه تقريبا 10 دقائق. سب هالشكل هذا راح ابلش من الحافة شنو اسوي رولة. راح اتركها شوية هالشكل على مود تتقالب في تقريبا همين 10 دقائق وارجع لها.